قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ما راهنوا عليك تخسروا وكسبت. معي هي ضيفنا وضيفكم برجل أعمال مصري بدأ عمله في دولة قطر منذ عام 2004، وترعى في هذه الدولة وله ما يعادل 17 عاما في دولة قطر الحبيبة. رحبوا معي بالمهندس أحمد عطية. في البداية مهندس، أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا فيك. طبعا إحنا سعيدين نكون ضيفنا على هذا البرنامج، برنامج رواد النجاح. حياكم مهندس أحمد عطية. يعني وأنت لك الباع طويل في دولة قطر، وتعمل في مجال المقاولات، في مجال الكهرباء، وأيضا الميكانيك. جميل جدا. بدأت هذا العمل منذ عام 2004، وتعمل في هذه الدولة، في دولة قطر الحبيبة، قبل الخوف عن هذه الشركة التي ترأسها و عن أهم الخدمات التي تقدمها هذه الشركة. نريد أولا أن نعرف السادة المشاهدين حفظا للألقاب، أحمد عطية انطلاقتك العملية والعلمية إلى ما وصلت إليه الآن، تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نتشرف بزيارتكم لينا، ولي الشرف أن أنا أبتدي مستقبلي المهني في دولة قطر. وزي ما أنت تفضلت في الأول، كل ما كان في استقرار وأمان، كل ما كان الاستثمار أو العمل بيكون في تطور ويكون في تقدم دائما. وزي ما عادنا في الفترة الأخيرة إن في دائما تنمية مستمرة في دولة قطر، فبالتبعية كل المستثمرين وكل المقاولين بيوصلوا للمبتغاهم، وبتكون الدولة داعمة للمستثمرين وموفرة الأمان، موفرة الشغلات اللي بتعمل سبورت لكل المستثمرين أو المقاولين في الدولة. فالحمد لله مع البدايات، كانت بدايات زي أي بزنس بيكون في البداية صعب، مع الاستمرارية ومع الدعم من الدولة ومع التنمية اللي مشت بيها الدولة من البدايات، ادتنا فرصة ان احنا نكون جزء فعال في الدولة من الناحية التنموية لمساهمة بناء هذه الدولة. صحيح. نعم. يعني مهندس احمد عطية، دعنا نعود الى الوراء قليل. يعني تحدثنا عن البداية في دولة قطر، ولكن نريد ان نحدث السادة المشاهدين كيف كانت البداية في جمهورية مصر الحبيبة. البداية في جمهورية مصر العربية كانت بداية عادية زي أي شاب،
في مقتبل حياته، لان انا اتحركت من مصر شويه بدري، فما ابتديتش اي بزنس في مصر. كنت موظف عادي في شركه من الشركات الرائده في مجال الثقافه، شركه نهضه مصر للطباعه والنشر. كنت شغال هناك مسؤول في المجال الثقافي خارج البلاد، كنت بمثل الشركة في المعارض الدولية. نعم. ومن ثم انتقلت لدولة قطر وابتديت الرحلة من دولة قطر. خلينا نقول ان البداية الحقيقية كانت دولة قطر. كيف كانت البدايات في تأسيس هذه الشركة؟ وأستفنى قبل قليل أينما وجد الأمان وجد الاستثمار. صحيح. نتحدث عن بداية هذه الشركة. والله بداية كنت بالنسبة لي أنا وأصدقائي قررنا أن احنا نكون جزء من عجلة التنمية في دولة قطر. فطبعا اجتمعنا وأخذنا قرار أن احنا ننشئ شركة تكون خاصة بالكهرباء والميكانيكا. بدأنا أخذنا أولاً مشاريع صغيرة، طبعاً مش إحنا المباشر اللي كنا كسب كونتراكت مع الشركة، وبدأنا مشروع بمشروع لحد ما وصلنا للمرحلة اللي إحنا فيها، وإن إحنا بقينا ناخد مشاريع مباشرة منهم. فدلوقتي إحنا الحمد لله بقينا نخش في مشاريع في عمق المجال التنمية، كمشاريع خاصة بتجهيز مصانع بايبس الريليتد لقطر غاز. مشاريع كلهم مستثمرين أجانب، ونفذنا معهم مشاريع مصنع البايبلاين في المنطقة الفري زون في قطر، وابتدينا نشتغل حاليا كمان في منطقة لوسيل. يعني كنا جزء داعم كبير وعملنا سبورت مع شركات كتير في مدينة لوسيل. يعني بدأتم توسعة المشاريع من خلال هذه الشركة. صحيح. في عدة مناطق في دولة قطر. صحيح. جميل جدا مهندس. يعني والآن يشاهدك المرئين عبر هذا البرنامج، وأيضا يعني ارتقينا في هذا البرنامج مع نخبة من أبناء الجالية المصرية المقيمة في أراضي دولة قطر الحبيبة، والتقينا مع عدة رجال أعمال، منهم المستثمرين ومنهم رجال أعمال يعملون في قطاعات أخرى، والآن يشاهدوك عبر هذا البرنامج. نتحدث عن أهم الخدمات اللي بتقدمها عبر هذا البرنامج. الشاشة معك والمايك، تفضل فيه. احنا بنقدم شركة هاي فريكوينسي HFTC، بنقوم بجميع الأعمال الخاصة بالكهرباء والميكانيك الـ MEP بالنسبة للمشاريع المتوسطة والكبيرة. وعندنا كمان another division أو قطاع آخر من العمل خاص بالمفروشات الفرنيتشر، المفروشات المكتبية والمفروشات الخاصة بالفنادق والسكن. فنحن على أتم الاستعداد إن احنا نعمل أي شيء في دولة قطر، عشان دايما الداعم الأساسي لنا دولة قطر، وإن احنا بنكون جزء من عجلة الإنتاج اللي هي دايما بتوصلنا في الأخير للنتيجة اللي احنا شايفينها حاليا. ودولة قطر دايما هي الصباخة في سوق العمل وفي شغلات كتير، وهي الداعمة الرئيسية في المستثمرين داخل الدولة. صحيح. البيئة نفسها زي ما انت تفضلت في البداية، بيئة الاستقرار والأمن والأمان بتوفر كتير للمستثمر وصاحب العمل، وحتى الأشخاص اللي بينتقلوا من بلادهم لبداية العمل هنا أو للشغل بيكونوا فرد من خلينا نقول من الجيش اللي بيقف خلف الدولة وبيكون داعم ليها عشان تتقدم ويبقى فيه تقدم مستمر.
خطط مستقبلية لتطور هذه الشركة؟ صحيح، في بعض الأفكار حاليا بندرسها، لأن زي ما أنت عارف إن كل ما الشغل بيكون فيه استقرار كل ما بيكون العقلية بتاخد وقت في التفكير، وبيبقى في مجالات تانية بيحبوا يخوضوها. حاليا احنا بنحاول نعمل زي طرق موازية عشان ندعم بيها الشركة، زي الخوض في مجال الضيافة بالنسبة للقطاع الغذائي. في عندنا مشروع إنشاء ريستورانت مطعم، تمام، ده بيكون برضو مفيد لنا، وفي نفس الوقت بنكون جزء من الطفرة اللي قطر دخل عليها الفترة الجاية بالنسبة للكأس العالم والسياحة المستقبلية، لأن هي مش هتكون مقتصرة فقط على كأس العالم. أي نعم، في ما بعد كأس العالم. ما بعد كأس العالم. إحنا هناك سياحة واضحة. صحيح. في صحيح. في طفرة سياحية إن شاء الله جاية في الدولة. الطفرة دي مش هتكون بالسهلة. هتكون شيء مشرف. زي ما عودتنا دائما قطر إن هي أي شغلة بتتعمل فيها بتكون واجهة مشرفة. وبتكون مفيدة للمقيم، وبتكون مفيدة كمان لأبناء الدولة. نعم. فمن الشغلات المهمة اللي المفروض المستثمر أو الموجود على أرض قطر يكون النظرة بتاعته فيما بعد. يعني النظرة مستقبلية. صحيح. ونحن نعلم يعني في السنوات الأخيرة يعني منذ عام 2004 يعني لما دخلت هذه الدولة يعني ما كان في بنيان وأبراج كثيرة، والآن نحن صحيح. نرى على أرض الواقع يعني هذه الدولة دولة قطر نهضة عمرانية صحيح ملموسة على أرض الواقع. صحيح. باسمك وباسم هذه الشركة، شو بتحب توجه بطاقة شكر واعتزاز إلى سمو الشيخ الأمير الوالد وأيضا إلى سمو الشيخ الأمير تميم حول هذا البرنامج؟ المايك معك والكاميرات تفضل. طبعا ربنا يحفظهم جميعا، وبنشكرهم كتير على الدعم اللي عاملينه للمستثمرين بالدولة، والأمان اللي مخليين فيه المستثمر يقدر ينجز في الدولة، وبناء عليه ان ده بينعكس على التنمية والتقدم اللي موجودين في قطر. ونتمنى دائما في المستقبل أن نسير على هذه الخطى، وإن شاء الله نكون من الدول المتقدمة دائما في ريادة الأعمال والتنمية والاستثمار، وإن شاء الله ربنا يوفقهم. جميل جدا. وأيضا شو بتحب توجه، دائما نقول وراء كل رجل عظيم امرأة، شو بتحب توجه لزوجتك عبر هذا البرنامج باللغة الإنجليزية؟ تفضل يا سيدي. بقولها الأول باللغة العربية أولاً وبعدين بالإنجليزية. طبعاً الفضل لله سبحانه وتعالى أولاً، ولزوجتي اللي وقفت معايا في فترات الصعبة قبل ما يكون في قبل السهلة. نعم. فأنا بشكرها كتير، بشكر الدعم النفسي اللي أنا حظيت بيه منها. الشغلة المهمة ان لما يكون الشريك اللي معاك طبعا غير شريك العمل، شريك الحياة مهم جدا، لان هو بيديك دفعة للامام وبيكون دايما ليك كداعم اساسي في الحياة، هو اللي بتقدر من خلاله تكمل في طريق النجاح. صحيح. I would like to send my dedication to my wife to thank her about all the support what she gave it to me in my life in the hard time before the good time, and thanks a lot for her. Thank you. واحنا ايضا نشكرك، نشكر المدام ونحكي لها ثانك يو عبر هذا البرنامج، رجل الاعمال والمستثمر احمد عطيه، المستثمر في مجال المقاولات في دوله قطر الحبيبه. اعزائي المشاهدين هذا البرنامج لا يسعنا الا نتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى
رجل الأعمال والمستثمر المصري المهندس أحمد عطية. مهندس احنا بنشكرك مرة أخرى وبنشكرك على حسن الاستقبال وحسن ضيافتك. شكرين أفضلكم. شكرا جزيلا. من هنا قررت بعد ما فكر أمشي عالصعب وعرفت أنا لما كبرت إن اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة وأديك عالصعب قدرت واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم ومرهما